ضمن جلسته الرئيسية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي 12، وافق المجلس على تعليق عمل اللجان لمدة شهر كامل كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا. نعم، هذا وقد وافق المجلس على الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة على أن يكون ارتفاع استاد صباح السالم الجديد بالنادي العربي 37 مترا، كما وافق المجلس على زيادة نسبة البناء متعددة الطوابق في مواقف برج التحرير. بحضور جميع الأعضاء أقيمت الجلسة الرئيسية للمجلس البلدي برئاسة أسامة العتيبي رئيس المجلس البلدي. الجلسة تمت فيها الموافقة على إلغاء اجتماعات اللجان للمجلس البلدي ولمدة شهر كامل كإجراء احترازي يتماشى مع الظروف الراهنة، إلى جانب موافقات هامة كرست الإنجاز بعمل الأعضاء في مختلف المواضيع في الشأن البلدي. هناك كان تغيير استعمال مجد بن سينا واقع في المنطقة الدعية على أن تصبح مركز لتدريب وتأهيل المعلمين ليكونوا يعني مؤهلين لتدريس الشباب الكويتي في المدارس، وأيضا اقتراح النائب عبد الله المحرم مشعل حمضان بشأن زيادة نسبة البناء متعددة الطوابق في برج التحرير. وأيضا ما يميز هذه الجلسة هي طلب مقدم من الهيئة العامة لشباب الرياضة الموافقة أن يكون ارتفاع استاد صباح السالم العربي 37 متر. طبعا هذا المشروع من المشاريع التي شفناها في اللجان، مشروع جميل جدا، نفتخر أن يكون هذا الصرح الرياضي المعماري أن يكون على أرض واقع وقريبا إن شاء الله سنرى. الجلسة شهدت موافقات عديدة، منها طلب وزارة المالية بتغيير استعمال مدرسة بن سينا الواقعة ضمن منطقة الدعية لتصبح مركز تدريب وتأهيل للمعلمين كأملاك دولة خاصة، كما صادق المجلس على توصية فريق لجنة البيئة بالمجلس البلدي بتعديل الثغرات القانونية في عقود النظافة، إضافة لعمل دورات تدريبية لمساعد مفتش مع منحه صفة الضبطية القضائية. تم الاتفاق بتعطيل أو إيقاف مؤقت للجان بشكل عام، ويتم إحالة كل ما يتم طرحه للمجلس البلدي إلى الجلسة الرئيسية بشكل مباشر، وبهذا يعني لا يتم تأخير أو تعطيل أي أمر يطرح داخل أروقة المجلس البلدي. كذلك تم مناقشة بعض اجتماعات اللجان ومنها فريق العمل للنظافة وضرورة التنسيق مع الجهاز التنفيذي لزيارات المراكز النظافة والمناطق وكذلك الجواخير والشاليهات لمعرفة سير الأمور والتنظيف بشكل عام في هذه المناطق. هذا وقد وافق المجلس على الطلب المقدم من الهيئة العامة للرياضة بشأن الاستاد الجديد للنادي العربي والذي يعد من المنشآت الواعدة للرياضة الكويتية، حيث وافق المجلس على أن يكون ارتفاع استاد صباح السالم الجديد 37 مترا بما يتوافق مع التقنيات الفنية الحديثة وأحدث المعايير الدولية. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت.